بكم مشاهدينا. نرحب وسعيده برشا باستقبال الدكتوره امال بالحاج موسى. نورتنا الدكتوره السيده وزيره المراه والاسره والطفوله وكبار السن. اعذرني ديما عندي نعمل مجهود يعني لاستعراض مختلف هذه يعني الملفات اللي تهتم بها والشؤون تهتم بها هذه الوزاره، نعتبرها وزاره سياده بامتياز. مرحبا بك، اول ظهور تلفزي معنا، سعيده به، وخاصة لأنه باش يكون مش مجرد تحية، لا باش تبسط علينا مجموعة من البرامج بديت في تنفيذها على الميدان. سيدة الوزيرة، خلينا نبدأ بآخر حدث، زيارة ليك يوم 4 جوان في مؤخرة سيدي بوزيد، وكان فيها العديد من الملامح خاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وكذلك استراتيجية جديدة لرياض الأطفال العمومي. أولا شكرا على الاستضافة، أيضا أتوجه بتحية خاصة إلى كل من يشاهدنا الآن على القناة الوطنية الأولى. الزيارة الأخيرة إلى ولاية سيدي بوزيد، اخترنا أن طبعا نؤمن جدا بالعمل الميداني، كانت هذه الزيارة الثانية بعد زيارة ولاية جندوبة. زيارتنا إلى التي قام بها فريق من الوزارة إلى سيدي بوزيد، كانت الفقرة الأولى هي تسليم إشعارات موافقة لمشاريع ل 36 مشروع نسائي. هذا طبعا هذا البرنامج هو تابع برنامج رائدات، ونحن الان بصدد الانتهاء من هذا الطور الاول من برنامج رائدات، البرامج ما يسمى او ما توصف بمتناهيه الصغر، اي التي هي ما بين 5000 دينار و 10000 دينار. هي قرابه الان المحطه الاخيره فيها 250 مشروع. قدمنا في سيدي بوزيد، تم تسليم اشعارات الموافقه لقرابه 36 مشروع نسائي. ايضا من الفقرات المهمه هو تدشين مركز المسنين، مركز عبد الله الجلالي، وهنا اتوجه بتحيه خاصه الى الطبيبه دليلة الجلالي التي قدمت هذا المركز هبه للوزاره، ونحن بدورنا ايضا قمنا بتجهيز وبالصيانه وبامضاء اتفاقيه شراكه مع جمعيه في الموجوده في سيدي بوزيد لتأمين كل الخدمات اللازمة. الحدث المهم أيضا هو افتتاح مركز المغيلة في مركب الطفولة. مركب الطفولة هذا مركب شاسع جميل، يعني المتوقع يعني مغلق الآن قرابة خمس سنوات. هذا المركب يعني الآن هو يشتغل، تدب فيه الحياة، الأطفال يرتدون هذا المركب. وهنا أريد أن أتوجه بشكر خاص ايضا الى السيده رئيس الحكومه السيده بودن، لانها دعمت هذا لفتح هذا المركب. كان لابد من بعض الاجراءات الخاصه، اتوجه لها بالشكر لدعمها للطفوله. هذا تقريبا الفقرات الاساسيه لزياره سيدي بوزيد. فيها استفاضه كبيره الحمد وفيها لله. نعم. الحقيقه الحمد لله. عمل ميداني كبير، خاطر مش سهل جدا خاصه في اشتغلنا لمده 3 أشهر لتامين هذه الافعال. خاصة شوف التقرير حول العديد من الانجازات اللي قمت بها، تقرير جهزتونا زميلتنا زهره فضلي، ثم نعود بتفاصيل اكثر في العمل نتاعكم. السيده الوزيره الدكتوره امال بالحاج موسى وزيره المراه، تابعوا مع بعض. رغم أن المرأة التونسية تحظى بالعديد من الحقوق والحريات، إلا أن فئة كبيرة منها لا تزال تعاني إلى اليوم عديد المشاكل الاجتماعية. فالمرأة العاملة في مجال الفلاحة على سبيل المثال تعاني وضعية هشة، أهمها مستوى ضعف الأجر وعدم التمتع بالتغطية الاجتماعية وعطل الراحة والمرض والأمومة، إلى جانب العمل في ظروف قاسية والتنقل في وسائل غير آمنة. ورغم أن المرأة تؤمن 65% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، فإن الإحصائيات تؤكد أن 6% فقط من صاحبات المشاريع الفلاحية لهن شهادات في الملكية العقارية لأراضيهن الفلاحية. وكانت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال موسى أعلنت أن الوزارة ستطلق في بداية 2022 مشروعا لتشجيع المبادرات الاقتصادية النسائية، والذي سيتم من خلالها إطلاق 150 مشروع فلاحي نسائي، وسيتم تمويل 80% من المشروع في شكل قروض تتراوح ما بين 100 و300 ألف دينار وتسدد على مدى 12 سنة.
فئة أخرى من النساء في تونس تعاني بدورها أوضاع لا تقل هشاشة عن تلك التي تعرفها المرأة الفلاحة. ففي الآونة الأخيرة تفاقم عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف الجسدي واللفظي ضد النساء في تونس، حيث تستأثر ظاهرة العنف الزوجي ضد المرأة بنسبة تقارب 78% من حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها على الخط الأخضر 1899 وفق ما كشفت عنه وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. وأشارت أمل موسى إلى أن الوزارة تلقت ما يتجاوز 15,000 مكالمة للتبليغ عن عنف مرتكب ضد النساء على الخط الأخضر، وهو ما يكشف تضاعف أرقام العنف المسجلة بما يفوق 7 مرات. تصريح وزيرة المرأة جاء خلال ندوة فكرية وطنية لمعالجة العنف ضد المرأة انتظمت أواخر العام الماضي في إطار الحملة الدولية 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة التي انخرطت فيه تونس. ظاهرة العنف ضد المرأة يرجع أسبابها المختصون إلى تغليب العادات والتقاليد على الحرية الشخصية للمرأة والنظرة الدونية لها، فضلاً عن الاضطرابات النفسية التي يعاني منها المعتدي. كما يرون أن ثقافة المجتمع هي المؤثر رقم 1 أثناء مواجهة معضلة العنف ضد المرأة، ففي العديد من الحالات لا يتم تطبيق القانون من قبل الجهة المسؤولة عن ذلك لعدم اقتناعهم بالمسألة، كما أن القانون غير المفعل يسمح بالهروب من العقاب وضياع حقوق المرأة المعنفة. والإشارة فإن المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة كان قد دعا بدوره خلال فعالية الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة كافة الأطراف المتداخلة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة إلى ضرورة تفعيل القوانين للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب وتغيير العقليات المتبنية للعنف والمستقبل له. تحدثنا في فترات لاحقة على حملة العنف اللي كانت ناجحة ومتميزة، نرجع على هذا. وكذلك تعرضت حضرتك دكتورة أمل بالحاج موسى وزيرة المرأة إلى موضوع التمكين الاقتصادي، لكن حبيت توا نتحدث حول موضوع رياض الأطفال العمومي، لأنه منظوريكم يعني كانوا معانا في البلاتو ونتابع الكثير من المشاكل اللي تصير في رياض الأطفال، وفما معاناة حتى على سواء ثمن والقدرة متاع تسجيل موظف عادي لأبنائه في رياض أطفال ممكن خاصة. فما مشروع ومبادرة قدمتها سيادتك وقاعدة تتقدم ونحييها، لو توضح لنا. شكرا جزيلا. في البداية لابد من الاعتراف بأن الطفولة في تونس تعاني من مشاكل عدة، هذه حقيقة يعلمها الجميع، ولا فائدة من غض الطرف عن هذه المشاكل. مواجهة المشاكل هي خاصية أولى نريد لهذه الفترة أن نتبعها وأن نتميز بها. المواجهة تعتمد شجاعة قول الحقيقة كما هي. هناك العديد من المشاكل، عنف ضد الطفولة موجود اليوم في تونس، أيضا هناك مشاكل تخص أيضا الطفولة المبكرة، قطاع الأطفال، قطاع عفوا رياض الأطفال يشكو من عدة مشاكل. ماذا فعلت؟ ما هي الاستراتيجية، أو لنقول ما هو البرنامج الذي يمكن أن يذلل بعض المشاكل؟ لأنه لا يمكن أن ندعي بأن هناك خطة يمكن أن تعالج كل ما هو موجود من هنات ومن عثرات، لأنه في الحقيقة الإرث ثقيل وثقيل جدا في 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 هذا المجال، شأنه في ذلك شأن مجالات عدة. البرنامج هو على النحو التالي. ماذا لاحظنا؟ والبرنامج طبعا هو نتاج لعملية التشخيص. لاحظنا أنه ضعف تدخل دور الدولة في رياض الأطفال، هيمنة للقطاع الخاص في مجال قطاع الأطفال رياض الأطفال بنسبة 94%، تدخل الدولة لا يتجاوز على مستوى رياض الأطفال 6%. طبعا هناك دور اجتماعي للدولة، وسيد الرئيس لطالما ألح على هذه النقطة، وتونس أيضا معروفة منذ الاستقلال، منذ بناء الدولة الوطنية، بأولوية البعد الاجتماعي في مجال التعليم، في مجال الصحة وما إلى ذلك. الملاحظة الأولى هو أنه ما يسمى بالتربية ما قبل المدرسية هي ما زالت ليست ذات أولوية كما يجب أن يكون في المجتمع التونسي. دليلنا في ذلك أن قرابة 52% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات هم خارج ما يسمى بالنظم المؤسساتية
التربية ما قبل المدرسية. هذا الرقم مفجع جدا بالنسبة إلى دولة راهنت منذ الاستقلال على الإنسان. هذه النسبة ضعيفة جدا، يعني لسائل أن يتساءل أين إذن 52%، أين يمارسون التربية ما قبل المدرسية؟ هي تمارس في البيت وتمارس في الفضاءات العشوائية. هذه نقطة أولى في الحقيقة. أول ما يمكن أن نستخلصه هو أن هناك تمييز بين الأطفال في تونس في هذا المجال، أي أن ليس كل طفل في تونس يتمتع بالتربية ما قبل المدرسية، وهي مسألة مهمة ومهمة جدا. لماذا؟ أولا لأنه مرحلة أولا طلبت من مشكور المعهد الوطني للإحصاء مدنا بآخر إحصائية عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم اليوم في تونس ما بين 3 سنوات و5 سنوات، ووجدنا أن الرقم هو 630,000. يعني اليوم في تونس لدينا 630,000 طفل في من هذه الفئة العمرية، 330,000 طفل هو خارج النظم المؤسساتية. تداعيات ذلك، أولا أن هناك تمييز بين الأطفال، نقطة ثانية أن هذه الفترة هي فترة مهمة جدا في تنشئة الطفل، في تنمية قدرات الطفل، في تنمية ذكاء الطفل، ونقطة ثالثة أنه لعدم تلقي والمرور بمرحلة التربية ما قبل المدرسية تداعيات سلبية جدا على مستقبل الطفل في المدرسة. وقد أظهرت بعض الدراسات، منها دراسة اليونيسيف قامت بها سنة 2017، أن قرابة 70% من الأطفال الذين لا يمرون بمرحلة التربية ما قبل المدرسية هم الأكثر عرضة وتهديدا بالتسرب المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه ليس فقط أنه هذا الطفل لم يمر بهذه المرحلة المهمة جدا في تكوينه، بل أنها ستؤثر على مستقبل هذا الطفل. الخروج الانقطاع المبكر عن الدراسة لديه أيضا تكلفة يدفعها المجتمع من انحراف من وكلنا نعلم التكلفة الخطيرة التي يدفعها المجتمع في المستقبل. هذه ماذا فعلنا لمحاولة إيجاد بعض الحلول؟ أولا تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. يجب أن نتجاوز 6%. كيف ذلك؟ قمنا الآن بصدد القيام بمسح، هو محاولة تحويل سنقوم في المرحلة الأولى تقريبا المرحلة الأولى نعم أي نعم رقم. المرحلة الأولى هو تشجيع، هو محاولة إعادة بعث رياض الأطفال التابعة للبلديات. بلديات نعم، رياض الأطفال البلدية تحظى في المخيال التونسي بشكل عام بمخيال إيجابي جدا. التونسي لديه ثقة في رياض الأطفال البلدية، مع الأسف رياض الأطفال البلدية شبه مختفية اليوم. هناك البعض القليل، سنة 1995 كان لدينا قرابة 240 روضة رياض، يعني رياض أطفال تابعة للبلدية. سنة 2010 تدهور هذا الرقم وتراجع إلى حدود 42 رياض أطفال بلدية. الوزارة أطلقت هذا المشروع، هو مشروع إعادة بعث وإحياء رياض الأطفال البلدية، وتم توفير اعتمادات منها 3 مليون مثلا بالنسبة إلى هذه السنة سنة 22 لإعادة إحياء من خلال التهيئة الصيانة. ومؤخرا في شهر نوفمبر تم إمضاء اتفاقية مع 5 بلديات من أجل إعادة إحياء 6 بلديات. ونرنو بالنسبة إلى هذه السنة هذه السنة الجارية أن يضاف إلى هذا رقم 8 رياض أطفال بلدية أخرى. النسبة قديش تقريبا سيدة الوزيرة؟ النسبة بأي معنى؟ تقريبا من 6% نمر إلى قديش تقريبا يعني في موسم؟ نعم نحن نطمح مبدئيا إلى أن تصبح في سبتمبر القادم إن شاء الله هذه النسبة إلى 25%. معناها خطوة كبيرة. نطمح إلى ذلك، لأنه لدينا أيضا برنامج آخر، وبرنامج الروضة العمومية. برنامج الروضة 15% معناها خطوة، نعم، خطوة برنامج كبيرة. الروضة العمومية هو برنامج أيضا طموح نراهن عليه. أي التسمية هي في إعادة الاعتبار إلى العمومي، عودة العمومي. لدينا البعض من نوادي الأطفال، الوزارة لديها قرابة 220 ما بين نوادي أطفال ومركبات طفولة. هناك نسبة تغطية ضعيفة جدا إلى العديد من رياض من
نوادي الطفولة، يعني استنادا إلى مقاربة تشاركية مع الأطراف التي نتعامل معها بالنسبة إلى المؤسسات الطفولة، سوف نقوم بتحويل البعض منها إلى رياض أطفال عمومية، سواء كان التي تستحق التهيئة نقوم بتهيئتها، أيضا تجهيزات لتكون جاهزة إن شاء الله في سبتمبر، ويمكن أن نفتتح البعض منها ما بين شهر مارس وشهر نعم طبعا بإذن الله. وأيضا هناك حتى دعم بالنسبة للمؤسسات المانحة فيما يخص التجهيزات حتى تقدم خدمات ذات جدوى إن شاء الله. بالنسبة أيضا هناك برنامج هو موجود في الحقيقة يعني من فترة، برنامج النهوض بالطفولة المبكرة، قدم سنة 2021 قرابة 10,000 دعم لأسر المعوزة، هو قرابة 50 دينار شهريا لتسعة أشهر بالنسبة إلى الطفل الذي يعني تقدم الروضة تدفع عنه المعلوم رياض الأطفال. ومؤخرا في قانون المالية تم إعفاء رياض الأطفال التي تنخرط في هذا المشروع من بعض من نسبة في دفع إعفاءات جمركية. هذا البرنامج في سنة 2022 سوف يتم الرفع في الاعتمادات بنسبة 50% ليشمل 15,000 طفل تونسي. طبعا أيضا في لماذا لابد من هذا البرنامج، 30,000 كبير إن شاء الله، لابد من هذا البرنامج، وسوف نسعى إلى تذليل كل الصعوبات، لأن هناك صعوبات في التخصيص، في الصيانة، في التهيئة وما إلى ذلك، وكلها لديها تكلفة. في المجتمع المدني معاكم السيدة الوزيرة فما يعني جسور تواصل وتعاون مع المجتمع المدني؟ قبلك ذكرت وحييت مدام جلالية، ولأنه تم تجهيز يعني مأوى بالنسبة للرياض الأطفال. التعاون بالنسبة إلى رياض الأطفال في الحقيقة معناتها التعاون لا يوجد مع المجتمع المدني بالشكل الكبير، يوجد في بالنسبة إلى كبار السن ويوجد بالنسبة إلى المرأة، لكن أريد أن أضيف نقطة، هو أنه يعني خلال الأشهر الثلاث الأخيرة قمنا ما يشبه الحملة ضد الفضاءات العشوائية، تعاوننا في ذلك مع الولايات لغلق كل الفضاءات العشوائية، وكان لابد أن لا نكتفي بالغلق وأن نقدم بعض الحلول. أيضا نقطة أخرى هو أنه في إطار حماية الطفولة أيضا قمنا باتفاق أعتبره مهم جدا مع الحماية المدنية، مع الحماية المدنية من أجل توفير الإسعافات الأولية أو تقديم أو توفير التأهيل اللازم لإطارات الطفولة لتقديم الخدمات للأطفال في ساعة حدوث بعض الأخطار. تفضل عند نقطة مهمة، قلت لي ما أغلقناش رياض الأطفال العشوائية بل تشددنا كان في معايير معينة. لا قمنا بغلق، بالعكس قمنا بغلق، قمنا بمسح كل الفضاءات العشوائية وجدنا أنها قرابة 650 معناتها لا نقول رياض الأطفال، هي فضاء عشوائي. قلت أنه إلى جانب الغلق أو إلى جانب يعني الإصرار قمنا الآن بقرابة 130 غلق فضاء عشوائي، البقية هي نحن الآن بصدد التنسيق مع السادة الولايات، لكن قلت أنه كوزارة كدولة لا يجب أن تكتفي بالغلق فقط، بل يجب أيضا أن تقدم حلول أخرى. نشتغل على حلول رياض الأطفال البلدية من خلال إعادة البعث والإحياء، وأيضا نشتغل من خلال مشروع الروضة العمومية، وأيضا من خلال دعم العائلات المعوزة كي يتم تسجيل الأطفال في رياض الأطفال بشكل عام القطاع الخاص، ونراهن أيضا على القطاع الخاص لأنه شريك أساسي، فقط لأنه الانتدابات الأسعار لا الانتدابات أيضا إن شاء الله خلال هذا الشهر سنفتح يعني بالنسبة إلى قبول الإطارات الطفولة ما يقارب يعني نسبة أكثر من 200 إن شاء الله، وخلال شهر أفريل خريجي الإطارات مختصة في الطفولة، وخلال شهر أفريل إن شاء الله بعد الاستكمال كل الإجراءات سيتم فتح الفضاءات المغلقة التي يبلغ عددها تقريبا 59 فضاء طفولة مغلق خلال السنوات الأخيرة بسبب توقف الانتداب وما إلى ذلك. إذن يعني هذه الإجراءات التي نحاول أن نقوم
نقوم بها من أجل دعم الطفولة. شكرا جزيلا. لا نفرحوا احنا كي تبدا فما حركية وفما انتدابات وفما زاد كيف كيف فتح لفضاءات عمومية خاصة رفقا بالتونسي، لأنه أحيانا الراتب يمشي إذا عنده زوج صغار في رياض الأطفال، الراتب يمشي في رياض الأطفال وحتى عن في الفضاءات العشوائية كيف نعم. كيف الأمور ما تقلش. نعم أيضا خلال هذا الأسبوع القادم إن شاء الله سوف يصدر كراس الشروط الجديد لرياض الأطفال، يعني هذا أيضا اشتغلنا عليه كثيرا. يعطيك الصحة. هذه بالنسبة لرياض الأطفال فما خطوات كبيرة وإن شاء الله ديما أي مستجدات. مرحبا بك سيدة الوزيرة، كن حاضر معنا. حبيت نتوقفوا عند مسألة التمكين الاقتصادي، خاصة ونحن نعيش على وقع تعثر اقتصادي كبير، ونعرف أنه المرأة التونسية هي مرأة مكافحة ومناضلة، وهذا برشا وذن القف. أي جدا جدا. تحية طبعا إلى كل نساء تونس الكادحات، وأيضا إلى الرجال في تونس، لأنه نديما نعتقد أن المرأة هي تكون بصحة نفسية جيدة كلما كانت العلاقة أيضا مع الرجل علاقة صحية، ونفس الشيء أيضا بالنسبة إلى الرجل. أكيد الأسرة طبعا هذا التوازن. نعم، وخاصة أن الأسرة في تونس تعيش أزمة في الحقيقة، تعيش أزمة حقيقية من خلال، وهذا نلاحظه من خلال نسب العنف المرتفعة جدا وهي في ارتفاع، نلاحظه أيضا من خلال التفكك الأسري، من خلال نسب الطلاق وما إلى ذلك، وكل هذا لديه انعكاس على المجتمع ككل وعلى الطفل أيضا. نحن مثلا نتحدث كثيرا عن العنف الموجود ضد الطفولة في تونس، ولكن أيضا الدراسات أثبتت هو أنه خاصة بالنسبة إلى البيانات لمندوبي حماية الطفولة أنه قرابة 60% من الأطفال المهددين والذين يعني يعيشون العنف يمارس بنسبة 60% في البيت، يمارس في الأسرة داخل الأسرة. أيضا المرأة تعيش وتعرف العنف في تونس، العنف رقم واحد هو العنف الزوجي، يعني هناك أزمة في العلاقة بين المرأة والرجل في تونس، هناك أزمة في البيت، أزمة في الأسرة، والأسرة هي المؤسسة الأولى، وهذا نرى تداعياته في الشارع، نرى في مؤسسات العمل وما إلى ذلك. وأعتقد أنه لابد من معالجة هذه الأزمات، لأنها دون المعالجة حقيقية ومعمقة ومبنية ومستندة على دراسات وبمواجهة شجاعة، أيضا نتعاطى مع هذه المشكلة بشجاعة وبروح نقدية عالية، لن نستطيع أن نعالج الكثير من المشاكل. المشاكل تبدأ من البيت وتصل إلى المجتمع. أكيد. نعول على أستاذ علم الاجتماع. شكرا. اللي فيك وعلى ذلك وفسح المجال لأهل الاختصاص للإدلاء بدلوهم، يعني في مثل هذه المواضيع. هذا ما قمنا به مثلا في تظاهرة 16 يوم للعنف، 16 يوم عنف التي تم إحياء هذا التظاهرة مؤخرا، وهي تظاهرة عالمية. قمنا يعني الندوة الرئيسية كانت هي مقاربة نقدية لكيفية مقاربة مناهضة العنف ضد المرأة في تونس، لأنه السؤال الذي يطرح نفسه يعني من سنوات ولدينا العديد من البرامج تشريعات متقدمة وما إلى ذلك، ولكن في نفس الوقت هناك حقيقة أخرى وهي أن نسب العنف في ارتفاع. لسائلا أن يتساءل أين الخلل، أين يكمن هذا الخلل؟ هناك التشريعات، لدينا قانون 58/2017 وهو قانون نوعي جدا، يعني تونس رائدة في هذا القانون وهو قانون شامل. صحيح أن هذا القانون يعيش بعض العثرات على مستوى التطبيق، معروفة وتم يعني تقديمها نعم وشرحها، ويجب أيضا أن نمضي فيها إلى الأمام وأن تتم وضحها أيضا بعمق، ولكن لدينا التشريعات، لدينا أيضا مجلة الأحوال الشخصية، لدينا تجربة رائدة جدا في مجال المرأة انطلقت مع بناء الدولة الوطنية. الكل في العالم العربي يعترف بوضعية خاصة جدا بالنسبة للمرأة، ولكن في نفس الوقت المرأة في تونس معرضة للعنف، العنف الزوجي، العنف في الشارع، العنف الاقتصادي. رغم مثلا باش نحكيو على العنف الاقتصادي لأنه مهم جدا. حضرتك في بداية حضورك معنا تحدث على المشاريع الصغيرة والقروض الصغيرة اللي تم يعني صرفها للنساء لي يعني ممكن بعث مشاريع صغرى وسبيل من سبل التمكين الاقتصادي، لكن بالنسبة لمشروع رائدات ما يبداش في
يعني المرحله هذه بركه، لكن باش يكبر وباش يوصل الى 300 الف دينار حسب ما قلت لك قبيله. نعم. السيده. نعم. الوزيره. وهو كذلك اولا هو برنامج رائد. اذا ركزوا نساء تونس اللي تحب تستثمر وتكون من ضمن المتمتعات. نعم. برنامج. نعم. رائدات. اولا بالنسبه الى برنامج رائدات هو من المشاريع تمثل نقطه ضوء في وزاره المراه. هذا المشروع انطلق من 2000 واواخر 2016. في طوره الاول تم تمكين قرابه الى حد الان 5000 امراه، قرابه 5000 امراه من مشاريع توصف كما قلت في البدايه مشاريع متناهيه الصغار، يعني حجم القرض هو حجم بسيط مع صفر بالنسبه يعني بدون فائض. هذه القروض مكنت العديد والعديد من النساء من فتح بعض مشاريع، من تقديم حلول اقتصاديه فرديه وخاصه، وكانت ناجحه بدليل انه العديد من اللواتي استفدنا من هذا البرنامج. دفعنا يعني قمنا بارجاع هذه القروض واستفادت نساء اخريات من هذا البرنامج، يعني تجربه ناجحه جدا. قرابه 4800 يعني مشروع كان ناجحا، ونحن الان في الطور لنقل في الشهر الاخير، لانه لابد في اقرب وقت ممكن ان نقوم بتسليم بقيه قمنا بتسليم اشعارات 36 مشروع. يتبقى الان قرابه 215 مشروع سيتم تسليم اشعارات الموافقه في خلال هذه الاسابيع القليله والقليل جدا. هذه ميزانيتهم قديش؟ نعم، هذا الحدود الميزانيه في 244 الف دينار. 244 بالنسبة مليون. نعم. لكن شنو 300 مليون؟ نعم، بالنسبة إلى الطور الثاني، وأعتقد أنه هذا الطور هو الطور الأهم. صحيح أنه القروض الصغرى، أنه ما يسمى بالمشاريع متناهية الصغر، هي قد قامت بحل العديد من المشاكل، ولكن أظن أنه نفع هذه المشاريع. لا نستطيع أن نقول بأنه يعني حتى اسم وتوصيف رائدة. نعم، رائدة. أظن أنه أكبر من 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 المشروع وأكبر من التجربة. في الطور الثاني الآن أعتقد أنه بالإمكان أن نتحدث عن فكرة الريادة ومعنى الريادة. القروض الجديدة هي الآن قروض متوسطة وكبيرة، تتراوح يمكن تطرح ما بين 100 ألف دينار و 300 ألف دينار. هذه القروض هي لمشاريع كبيرة، تضمن يعني هذه المشاريع تتعاطى مع النساء كفاعلات رئيسيات في الاقتصاد، وليس فقط لحل مشاكل فردية، بل أيضا هناك انتظارات من هذه المشاريع لكي تكون قوة تشغيل، أيضا قوة تشغيل في الاقتصاد التونسي. سوف نمارس اقتصادية. نعم. يعني سوف نمارس، وهو كذلك سوف نمارس نوع من التمييز الإيجابي، حصة لصاحبات الشهادات في مجال العلوم الفلاحية والزراعية. أي الشابات اللواتي لديهن شهادات في العلوم الزراعة والعلوم الفلاحة، وذلك نعم. أولا لأن القطاع الفلاحي هو قطاع مهم ومهم جدا، ثانيا لأنه قطاع الفلاحة هو يشكو من تهرم، وحضور الشابات ودخول الشابات على الخط هذا أمر مهم. نقطة ثالثة هو أنه المرأة في تونس هي تمثل يد عاملة بنسبة 75%. المرأة في تونس هي تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، ولكنها تساهم من منطلق يعني يد عاملة. نسبة النساء صاحبات المشاريع الفلاحية في تونس لا تتراوح 5%. من خلال دعم صاحبات الشهادات في مجال الزراعة والعلوم الفلاحية نريد أن يرتفع هذا الرقم، لأنه عندما يصبح عدد اللواتي يشرفن على مشاريع وصاحبات المشاريع الفلاحية أكثر من 5%، نتوقع ونفترض أن هذا التغيير أو هذه الإضافة النوعية وهذا التدخل النوعي للمرأة الفلاحة صاحبة الشهادة وصاحبة المشروع في نفس الوقت، أظن أنه سوف يحدث فارق في مقاربتنا للمرأة في الوسط الريفي والمرأة في المجال الفلاحي. أمل بالحاج موسى، دكتورة أمل بالحاج موسى، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، شكرا لك على حضورك. شكرا معنا. نسعد. شكرا فعلا بهذا الحضور الأول في التلفزيون التونسية، وخاصة حيوك لأنه يعني
ما شاء الله في ظرف 3 أشهر يعني فما تقدم بالرغم اللي شخصيا نؤمن به انه تونس دوله مؤسسات يعني فما مراكمه لمجهودات كل طبعاً من سابقوك على راس الوزاره لكن فما عمل ميداني نحيوك عليه ان شاء الله بالنجاح والتوفيق واليوم سقط العديد الحقيقه من الاخبار الساره لنساء تونس خاصه نعم يعني شكرا جزيل الشكر مشاهدينا ان شاء الله نتلاقاو غدا في نفس التوقيت من 6 إلى 8 نتمنى لكم مشاهده طيبه لبقيه برامج الوطنيه الاولى تصبحون على خير.